الاستاذ الوزير واعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وهو موجود معانا مسابقه. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف بشكر الكابتن الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي المحترم في وجود معالي الحافظ والسادات الموجوده وشرف الفريق. دايما يوم بعد يوم في اتحاد جديده، في فروع متعدده بتشرف النادي الاهلي على المستوى الانساني وايضا على المستوى الرياضي ودور المجتمعي الكبير اللي يقدم النادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق والسعاده لمصر من خلال المؤسسات الرياضيه، ونشجع مصر ان شاء الله المنتخب ونتمنى لها الفوز النهارده. شكرا، السلام عليكم.